تبحث الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل آلية تشغيل المقاصف المدرسية من قبل الأسر المنتجة. من جانب أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بحائل خالد السيف على أهمية تفعيل هذه الخطوة لما تعود من نفع في توفير فرص العمل للأسر المنتجة ولما سترتقي به من نوعية ما يقدم لأبنائنا وبناتنا في المدارس. أكد مدير إدارة خدمات الطلاب بتعليم حائل منصور الهمزاني أن تم تهيئة 38 مقصفاً مدرسياً للتشغيل الذاتي من قبل الأسر المنتجة، موضح أن الترخيص الصحي هو العائق لانطلاق المشروع. طيب، الحديث عن هذا الموضوع معي يعني عن طريق الهاتف من حائل مدير مكتب الضمان الاجتماعي خالد بن سعد للحديث أكثر حول المقاصف في حائل. أنا أخوي خالد. أهلا أستاذ، يعطيكم العافية. الله عافيك، طول عمرك يا هلا. أتكلم عن هالفكرة اللي سوتها أيضا إدارة تعليم الرياض، لسه يعني لازالت تجربة. أنتوا أيضا بديتوا فيها ولا باقي إلى الآن؟ وش الوضع في فكرة المقاصف المدرسية؟ والله إن شاء الله أنا بادين هذه، طول عمرك من باب الشراكات التي يقيمها معالي الوزير حفظه الله ودعم سعادة الوكيل محمد العقلة على أساس أنه تفعل موضوع الشراكة بين الوزارات التعليم والشؤون الاجتماعية، طبعا مشاركة الأمانة وتحت إشراف الغرفة التجارية. وحنا ساعين الآن إن شاء الله لتكملة البرنامج هذا، وفي اجتماعات مستمرة علشان الموضوع إن شاء الله يوم الأحد القادم راح يتقرر كيف راح تكون الآلية بعد ما نأخذ التراخي الموافقة على منح التراخيص من البلدية من الأمانة. قصدي يا سلام، اللي يبغى يوصل من الأسر المنتجة لكم كيف يقدر يوصل لكم؟ هل يروح للغرفة التجارية ولا الضمان الاجتماعي ولا التعليم، وين يروح؟ والله حنا طال عمرك بالنسبة للضمان الاجتماعي عندنا أسر منتجة مدعومة بالكامل من الضمان الاجتماعي، ندعم الأسر المنتجة مبلغ 30,000 ريال لكل أسرة مستفيدة من الضمان الاجتماعي حتى تستطيع إنتاج مشروع بناء على سياسة الوزير تحويل الأسر من الاحتياج إلى الإنتاج. فاحنا ندعم الأسر الضمانية فقط بمبلغ 30,000 ريال، وعندنا أسر مدعومة الآن وشغالة. ماني بسأل عن الأسر اللي أنتم تدعمونها، أنا أسأل إذا في أسرة تبغى تصير أسرة منتجة وتبغى تمسك لها يعني مدرسة جنبهم قريبة منهم، هل هذه تحتاج توصل لكم بالضمان ولا وين تروح؟ والله احنا طال عمرك لازم تكون مستفيده من الضمان. يعني شرط اساسي الاسر، ندعم الاسر المستفيده فقط من الضمان الاجتماعي. اما ما عدا ذلك فما هو من اختصاصنا، اختصاصنا الاسر المستفيده فقط. طيب، هل العائد المادي بالكامل يرجع للاسر ولا وين يروح؟ اي نعم، بكل تاكيد. يعني مثل ما تعرف احنا نسعى مثل ما تبنى سياسة الوزير الله يسلمه على اساس انه تحويل الاسر من الاحتياج الى الانتاج، فعلى اساس تكون اسر فاعله ومنتجه في المجتمع فقد تستغني عن الضمان في يوم من الايام. صحيح، وهذا هذا المهم. ترى والله هالفكره ميزتها انه في الاخير انتم يعني الاسر هذه تطلع من عندكم ما عاد تصير محتاجه للضمان، وانتم ايضا تركزون على اسر اخرى وممكن تزيدون العوائد لها، وهذا شيء جيد بصراحه. بس السؤال هنا، الفكره هذه كل ما جت على بالي اتذكر اقول انه النقل، كيف الاسر هذه تنقل الطعام من بيوتها الى المدارس، هل انتم فكرتوا في هالموضوع؟ والله احنا ان شاء الله مستعدين لاقامه ورش عمل اعتبارا بعد الاحد القادم، الاجتماع الاحد القادم راح يكون فيه ورش عمل ان شاء الله لتهيئة الأسرة المنتجة في مركز التنمية الاجتماعية في حائل، على أساس أنه تتهيئ كيف تعمل في المقاصف والآلية والأشياء هذه كلها تحتاج وقت طبعا. صحيح، بس الأسرة أيضا ما هي بتنتظر، يعني أنتم شوي استعجلوا شوي في هالموضوع، لكن الفكرة أنه يكون مستوى الأكل ونظافته عالية جدا، لأنه إحنا طلعنا من العمالة نقول الأسر فلا بد يكون مستوى النظافة عالي. مركزين طبعا، وهذا الشرط اللي احنا الان عندنا اجتماع يوم الاحد القادم مع عميل منطقه حائل في الغرفه التجاريه على اساس موضوع التراخيص الصحيه، على اساس انه ما تمارس الاسر المنتجه داخل المدارس والابنائنا
ويحتاجون لرعاية صحية جيدة وكذا، فيحتاج انهم التراخيص ما يستعمل ما يعملون وبإنتاج الأكل والغذاء حتى يحصلوا على تراخيص من الأمانة. فهذا هو المبدأ الأساسي لسلامة الطلاب اللي هم أبنائنا بالتالي. بالطبع هذا اللي مهم جدا، والله يعينكم. ترى الفكرة يعني شوي بتتعبون فيها، لكن في الأخير ترى نتائجها مثمرة. يعني أمهاتهم هم اللي يطبخوا لهم، فبيكونون حريصين عليهم أكثر من العمالة اللي كانت موجودة بالمدارس. هي نعم كل تأكيد، وهذا الفكرة، هذا الفكرة الحقيقة إحنا متبنينها ونعمل بقوة حقيقة على أساس طيب. إنها تكون إن شاء الله. كم عدد الأسر المنتجة في حايل؟ والله عندنا في طبعا الضمان الاجتماعي في 4 مكاتب ضمانية في حايل. يعني في المكتب النسوي، مكتب الضمان النسوي، في حوالي 250 إلى 300 أسرة منتجة. نعم مختلف التخصصات، ولكن في نسبة كبيرة مختصة في الأكلات والحلويات والأشياء زي كذا. أي نبي الأكل الحايل الطيب إنه يصير في المدارس، ترى والله بيصير فطور طيب للطلاب. أكيد طيب. أخوي خالد شكرا جزيلا لك، يعطيكم العافية. خالد بن سعد مدير المكتب الرئيسي للضمان الاجتماعي بحايل، شكرا على هذه الخطوة، وأيضا نتمنى نسمع أنها إن شاء الله وصلت للمدارس ونغطيها إحنا وياكم. شكرا جزيلا لك أخوي خالد.